مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في الموضوع اللي أعداد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالو، الهجرة السرية. ضياع عدد كبير من شباب المغاربة، العدد الإجمالي كان 57، تلقاو 37 حسب التصريح ديال الأخت ديال أيوب اللي هو الآن تعتبر مختفي، مازال ما لقاوش. غادي تشوفوا معايا التسجيل الصوتي بين أيوب المختفي مع الأخت ديالو وكذلك مع الأم، تبعوا معايا. وإحنا باقيين نختفي في ديك الزاوية اللي قلت لك، كيبان لي أنا ما نخرجوش اليوم. إحنا حتى كانوا خارجين البارحة أختي ردوهم، كانوا غاديين بالمتريان بكل شيء، وشي واحد من تما صون عليهم قال لهم يداهم ديروا ورجعهم دارهم. وادي 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 صافي، عاود حنايا شي بعد الغد ولا لا، كلهم غاديين معايا في نفس السلوك أختي. صافي أختي، أنا غنطفي التليفون، سمعت هاد فوكال، صافي أنا غنطفي التليفون الله يحفظك. نجوا غنخرجوا دابا واقيلا أختي، دابا غنخرجوا. سير الله يسهل عليك أبا وطول لنا في عمرك، الله يخليك لينا. وأنا باقي المهم شي في لاكار، ترانتر 4 لارو. المهم حنا غاديين، مقالينا والو نوصلو لجديد. داكشي اللي بغيت المهم إن شاء الله كتب لي خير داكشي اللي بغيت. او فين الوالدة بخير يعني صحيحة، اش كتعاودي امور مزيان. والله يدير الله يدير لي فيها الخير يا ربي، امين امين. والمهم انا قال لها ما جاتك شي اشاره ولا شي حاجه، سولي هذاك اللي قلت لك عطيتك النمره ديالو اللي كتصيفط لك، اللي قلت لك السمسار صوني عليه. الوالد راه غنخرجوا اليوم وقال ادعي معنا الله يحفظكم يا ربي امين امين. شي يا ربي بقى يدعي معنا يا ربي الله يحفظك. انا التليفون راه غنطفي امين شي صافي. الله يحفظك ليا امي، مشى حنا دابا غنطفي التليفون صافي. واخبار الخير بقى يدعي معنا وصافي. الله يحفظك ليا امي، مشى الله يخليك صحتك وطولنا في عمرك. صعبة ما كاين والو الوالدة. المهم راه ليسانس راه دخلوه واحد الموضوع ريزو ديالك جوا راه دخلوه، وقيلا راه غنمشيو حنا في هاديك اللي كتنفخ الا غنمشيو فيها وقيلا مش فهمتي. وغيضربوا ويخرجوا الدراري اليوم وحنا وقيلا غدا، كان غيضرب جوج فايج اليوم ونخرجوا اليوم. هو باين 100% ما يضرب جوج فايج اليوم، يضربوا واحد